السوبر هنا لما بيجي او اي حدث بيجي من مصر لهنا، ده بيخليني افتخر ان انا في دولة بتحترم كل ما هو مصري. يعني يبين عشق القيادات هنا لمصر، واحنا بنتبادل نفس الشعور ده بصراحة واحنا عايشين هنا. يعني الشيخ زايد مواقفه كلها تاريخية. يعني انا لحد دلوقتي حزين على حاجة واحدة بس، انا جوه الدولة هنا حزين على حاجة واحدة، ان انا ما حضرتش الشيخ زايد ولا يوم واحد بس. يعني كان نفسي احضر بس الشيخ زايد الله يرحمه طبعا ويتغمده برحمته، يوم واحد فقط من اللي كنت بسمعه عنه. هي البلد هنا جميلة جدا، وفيها نظام وفي امان واستقرار فيها حلو، لدرجة ان انا ما حسيتش بالغربة قوي، استحبت كتير على ناس واكترتهم مواطنين، فده يعني حببني في البلد قوي. وان هنا العالم يعني كويسين قوي وقلبهم كويس كده، ما بيبقاش في فرق طبعا ما بين مواطن ولا وافد. البلد هنا يعني انا حبيتها الصراحة، في نظامها في جمالها في كل حاجة، فيها روح، ودايما في حب جامد ما بين المصريين والامارات. اول يوم دخلت فيه الدولة طبعا مستحيل انساه، لقيت بص يعني انت شفت الانسان لما يشوف حاجة حلوة مش بيفرح؟ انا شفت حاجة حلوة اول ما رجلي حطت في المطار، فرحت كده بهجة، الله ايه ده، الله، بقول الله طبعا، الله جميل حب الجمال، فانا قلت الله انا هفضل قاعد هنا. طب بالنسبه ليا انا هبقى في وسط الزمالك، يعني هشجع الاهلي ازاي؟ قال لي لا خدي راحتك خالص، بس لما يجي جون للاهلي ما تهلليش قوي عشان الناس راعي مشاعرهم. قلت لهم لا انا واثقه طبعا ان طبعا اول جون يجي للاهلي، يعني انا مش عندي الثقه في الزمالك ان هم هيجيبوا حاجه. ايوه طبعا روح رياضيه، انا اوريدي كنت بشجع سوبر افريقيا مع حسام، وكنت بشجع الزمالك بجد، يعني 3-0 للاهلي ان شاء الله. يا لهو عليكي، ليه؟ طب هتشوف، انت عايزه تنزلي مصر بقى. هو انا توقع ان الزمالك لو كسب هيكسب ضربات جزاء. بجد لابو ظبي لانها جمعت الحبايب، ميرسي يا ابو ظبي. ريهام ان شاء الله، ريهام هقول لك مبروك، الزمالك كسب السوبر بعد المباراه ان شاء الله. يا حسام اقول لك ان الاهلي طلع عينكم ان شاء الله. لا يبقى تروح مصر. ريهام أشرف مشجعة أهلاوية. أنا حسام حسن مشجع زملكاوي، ودي قصتنا في أبوظبي.